السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، والبداية بالعناوين. بحاح إطلاق الصواريخ على فندق القصر عمل عبثي، والفكر الضال لا ينبت في أرض السعيدة. الإمارات تدين استهداف مقر الحكومة في عدن، وتلمح إلى تورط ميليشيا الحوثي والمخلوع. مرحبا بكم. قال نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح إن صاروخين سقطا في باحة فندق القصر بعدن صباح اليوم الثلاثاء. وأضاف بحاح في منشور له على صفحته في الفيسبوك إن عدة صواريخ أخرى سقطت على أنحاء متفرقة في مدينة عدن، ووصف العملية بالعمل العبثي الذي يضاف إلى مئات القذائف التي سقطت على الأبرياء في محافظة عدن والمحافظات الأخرى. وأكد بحاح إن من قام بإطلاق الصواريخ لا يجيدون قراءة التاريخ، ويصرون على الاستمرار في حرب عبثية غير مدركين أن الفكر الضال لا ينبت في أرض السعيدة. من جهته أكد نائب وزير الداخلية لواء علي ناصر لخشة أن الحكومة متواجدة في عدن ومستمرة في أداء عملها، وأن الحادث الذي وقع في المدينة لن يؤثر على عمل الحكومة في إدارة البلاد من عدن. وقال لخشة إن الحكومة ستتابع العمليات العسكرية في تحرير بقية المحافظات اليمنية من سيطرة الميليشيا، وأن نائب الرئيس خالد بحاح وحكومته بصحة جيدة ولم يصابوا بأذى، وهم متواجدون في عدن ومستمرون في أداء عملهم. أكدت وكالة أنباء الإمارات استشهاد 15 جنديا من قوات التحالف والمقاومة الشعبية في 3 انفجارات ناجمة عن هجمات صاروخية استهدفت فندقا يقيم فيه أعضاء الحكومة اليمنية وموقعا عسكريا في عدن. وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي إن أي من أعضاء الحكومة لم يصب بأذى في القصف الذي استهدف فندق القصر في عدن الذي تتخذه الحكومة مقرا مؤقتا لها، وهو ما أكده وزير الشباب والرياضة نايف البكري. واتهم بادي ميليشيا الحوثي والمخلوع باستهداف الفندق ب3 صواريخ أطلقت من خارج مدينة عدن وليس من داخلها حسب تعبيره، في حين أوضح مصدر أمني في عدن لوكالة الأناضول أن الانفجارين هما عبارة عن صاروخين تم إطلاقهما من محافظة تعز التي تسيطر على أجزاء منها ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية. إلى ذلك أدانت الإمارات العربية المتحدة الهجوم الصاروخي على مقر الحكومة في عدن، وألمحت إلى أن من نفذه هم ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابي. وقال وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش في تغريدة له على صفحته في تويتر إن الحوثيين يخوضون معركة خاسرة، وأن دورهم تم اختزاله بالتراجع على الأرض ومحاولة الإضرار عبر الألغام والكمائن والصواريخ. يشار إلى أن الفندق المستهدف تحرسه قوات من الإمارات التي تشارك في منظومة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والذي يسعى لكسر الانقلاب في اليمن واستعادة الدولة. شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة الشريجة التابعة لمحافظة لحج. وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت موقعا تتواجد فيه قوات تابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية، وأن الضربات كانت مباغتة ودقيقة بشكل كبير. سيطرت المقاومة الشعبية والجيش الوطني على معسكر كوفل في مأرب
فيما تتركز قوات الجيش الوطني على بعد نصف كيلومتر من مركز مديرية صرواح بحسب مراسلنا في مأرب. إلى ذلك شكلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمأرب لجان حماية للمنازل التي تم السيطرة عليها اليوم في الأشراف والمنين ومأرب القديمة ومفرق السد والمواقع الأخرى، وذلك لمنع أي عملية انتقام ضد الذين سهلوا دخول ميليشيا الحوثي والمخلوع إلى هذه المناطق، وهو ما يعكس الأخلاق العالية التي تتمتع بها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. انما التعميل المواطن وعدم نهب ممتلكاته، واحنا قد اعطينا توجيهات لكل افراد المقاومه والجيش الوطني بعدم المساس باي شيء من ممتلكات المواطنين، وهي هي كما هي وجد كما وجدت، وليس كما يفعل الحوثيين واذنابهم من هدم المنازل وتفجيرها ونهب ممتلكاتها. وهذه سمة الإسلام وسمة أبطال المقاومة والجيش الوطني، لذلك وإنما لتأمين المواطن وتأمين ممتلكاته وعدم الاعتداء عليها. هذا وقام مراسل قناة سهيل في مأرب يوم أمس بزيارة إلى مثلث مأرب القديم الذي يمثل نقطة التقاء لثلاث جبهات مهمة بعد تحريره من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. نتابع. شن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما كاسحا صباح اليوم في ساعة الصباح الأولى باتجاه منطقة الفو. منطقة الفو ولله الحمد أصبحت محررة بالكامل. كل هذه المناطق التي نتواجد فيها الآن نتواجد في المثلث، مثلث مأرب القديم، الخصيف، منطقة الفو. هنا أريد من زميل المصور بأن يتجه بالكاميرا باتجاه المناطق المحررة. في هذه الأثناء أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تم تطهير كل هذه المناطق من قبلهم، والآن سننتقل إلى أحد قادة معركة الفاو. معنا هنا الفندم يحيى البحري. بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله عز وجل وتوفيقه وتأييده ونصره تم التنسيق والتخطيط للمعركة من قبل الجيش الوطني المؤيد للشرعية ومع قوات التحالف ومع أبطال المقاومة. فبدأت ساعة الصفر، ساعة 400 بدأ التمشيط بالطيران والمدفعية إلى ساعة 500، ومن بعد ساعة 500 تم تقدم أبطال القوات المسلحة وأبطال المقاومة. ونحمد الله ونشكر الله عز وجل على تأييده ونصره، له الفضل والمنة من قبل ومن بعد. فإلى الآن تم تطهير الفاو بالكامل ومارب القديم وباتجاه مفرق السد، والآن تعتبر الخط آمن، تم تطهيره من جميع الميليشيات العفاشية والحوثية. كما تشاهدون كما شاهدتم المعركة الآن مستمرة باتجاه مفرق السد، والآن المقاومة الشعبية والجيش الوطني في هذا الاتجاه تماما. هناك تدور معارك عنيفة وشرسة، أصبحت الطريق العام مؤمن تماما. عبد الله أبو سعد، قناة سهيل الفضائية، مأرب. ميليشيا الحوثي والمخلوع الإرهابية أهلكت الحرث والنسل حتى سد مأرب لم يسلم منها، فقد قامت بإهدار المياه من خلال فتح قنوات السد لأكثر من شهرين على التوالي. نتابع. لأكثر من شهرين على التوالي، وميليشيا الحوثي والمخلوع تقوم بهدر مياه سد مأرب من خلال فتح القناة التابعة له لقطع الطريق على المقاومة الشعبية والجيش الوطني من التقدم نحو السد، ما أدى إلى جرف الأسماك ونقص المياه فيه بشكل كبير. ليش السد فاضي من المياه؟ هذا فكها الحوثيين، كانوا للتقدم عليهم عندما كانوا يتقدموا عليهم المقاومة من شرق البرق الأوسط، وفكوا المياه على أساس استحوى زحف المقاومة منهم، يعني لهم تقريبا شهرين او فاتحين المياه، ها فكانت تحاول الان الحين نعم. وهذا الحاجات الذي مدمره معهم طبعا، يعني عندما كان الاشتباك معهم تم تدمير هذه القطعات. شكرا. هذه الدبابه الخاصه بالويه الحمايه الرئاسيه
أتت بها الميليشيات لتقصف بها عشوائيا المدنيين في مأرب، وقد قامت بإخفائها تحت هذه الأشجار الكثيفة بوادي السد خوفا من استهدافها من قبل طيران التحالف، لتصبح بقبضة المقاومة بعد تحرير هذا المكان. من الطبيعي أن أي عسكري يكون ما فيش عنده قطاع جوي يستغل الأشجار والأودية والهضاب لتغطية أي إمكانية عسكرية معه وتوزيعها في تحت الأشجار، لأنه ما بيش معه تغطية للجو. فإحنا أدرى بهذه أنه يعني من البديهي أن تفهم أنت أنه يعني أن كل ما يعني قواته يعني أو ذخائره أو الإمداد حقه أنه يكون في المحل المخفي عن الأنظار أو عن الطيران الذي ممكن يرسمه في الجو. فباستطلاعنا استطعنا أن احنا نكشف هذه المستودعات. رجال أولو قوة وأولو بأس شديد كأجدادهم، باغت الميليشيات الحفاشية وسيطروا على رمز الحضارة السبائية سد مأرب العظيم. زين العابدين بن علي، قناة سهيل، مأرب. أقدمت ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع الانقلابي أمس على قصف مستشفى الثورة العام بقذائف الدبابة، وقال مراسلنا إن القصف استهدف قسم الحروق في المستشفى، مشيرا إلى أن الميليشيا تهدف من وراء هذا القصف إلى إيقاف المستشفى عن العمل، كونه أحد ثلاثة مستشفيات تواصل أداء عملها في معالجة جرح الحرب التي تشنها الميليشيا على المدينة منذ أشهر. تنتظر اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مهام كبيرة في ظل ظروف صعبة ومعقدة، ويعول الشعب اليمني عليها كثيرا في شأن توثيق الانتهاكات التي طالته وإحالة المجرمين إلى العدالة. المزيد في التقرير التالي. الإنسان آخر شيء في قائمة الميليشيا، حقيقة فرضت معطياتها أن يصبح الوضع الحقوقي في اليمن في صدارة اهتمامات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف بحضور كبير للمنظمات الأهلية اليمنية والعربية. البيانات التي تم تداولها في الاجتماع كشفت عن الوجه القبيح لميليشيا المخلوع وإيران، غير أن الأرقام ورغم فظاعتها تبقى أقل من كارثية الوضع على الأرض لأسباب تحول دون توثيق كل جرائم الإنقلابيين بحق الإنسان. بحسب إحصائيات أولية، فقد تسبب الانقلاب في مقتل أكثر من 3000 يمني وإصابة أكثر من 7000 آخرين، إضافة لتشريد أعداد غير مستوعبة بإحصاء في الداخل وتحويل آخرين للجوء في الخارج. إجرام الانقلابيين يتكشف أكثر مع الغوص في تفاصيل الأرقام، فمن بين آلاف الضحايا المدنيين يوجد 400 طفل و 381 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى من الأطفال 719 طفلا ومن النساء 514 امرأة. المخفيون قسرا وجه آخر من أوجه القبح الانقلابي، حيث بلغت الحالات التي تم التأكد منها 982 حالة إخفاء قسري و796 حالة تعذيب و5894 حالة احتجاز تعسفي، إضافة ل215 حالة احتجاز للأطفال، فيما يبقى استخدام الانقلابيين للإنسان كدرع بشري إحدى أبرز الشواهد على جرائمهم المتتالية بحق الإنسانية. إجرام الانقلاب بحق الإنسان لا يتوقف عند حدود الأرقام، وبحسب وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، فإن تمزيق النسيج الاجتماعي لليمن وبث خطاب الكراهية وشن الحرب على المدن المختلفة بمنطق الانتماءات الضيقة مناطقيا ومذهبيا يعد أكبر جريمة ارتكبتها ميليشيات الانقلاب، جريمة لا يمكن أن تعالج آثارها بسهولة أو في وقت قصير. وزير حقوق الإنسان أكد أيضا أن تحقيق العدل يتطلب أدوات وطنية فاعلة وإرادة وطنية في ألا إفلات من العقاب لكل من ارتكب جريمة، حتى لا تتكرر في اليمن مأساة التسويات السياسية غير المنصفة. أنهى مجلس حقوق الإنسان إذن دورته الثلاثين متبنيا القرار العربي بشأن اليمن في خطوة جديدة تضاف لخطوات سابقة في الداخل والخارج، خطوات تؤكد معطياتها حقيقة واحدة
يبقى الانقلاب أسوأ جريمة ارتكبت بحق الإنسان اليمني، فيما الخلاص من الانقلاب أفضل خدمة تقدم للإنسانية. هاجمت المقاومة الشعبية في منطقة العود بمحافظة إب مواقع لميليشيا الحوثي والمخلوع في نخيل الخشبة بعد فجر اليوم، وتمكنت المقاومة الشعبية من إعطاب 3 أطقم عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية إثر اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى لم يتسنى لنا معرفة عددهم حتى كتابة هذا الخبر. وتمكنت المقاومة من أسر عناصر استطلاع حوثية في منطقة شذان القريبة من موقع جبل حمك الاستراتيجي. تواصل ميليشيا الحوثي والمخلوع انتهاكاتها الجسيمة بحق اليمنيين في إب وسط اليمن، سجلت جرائمها رقما قياسيا خلال سبتمبر الماضي. المرصد الحقوقي بإب وثق تلك الانتهاكات بالأرقام والإحصائيات، نتابع التفاصيل. كشف المرصد القانوني للحقوق والحريات بمحافظة إب عن إحصائية جديدة من جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح بمحافظة إب أقدمت عليها الميليشيا خلال شهر سبتمبر الفائت من العام 2015. وذكر المرصد القانوني للحقوق والحريات بمحافظة إب أن 228 انتهاكا وصفها بالجسيمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح بحق أبناء محافظة إب خلال شهر سبتمبر الماضي. وبحسب تقرير المرصد، تمثلت انتهاكات الحوثي وصالح بحق أبناء محافظة إب خلال سبتمبر الفائت في القتل والشروع في القتل والاختطافات والإخفاء القسري وتفجير المنازل ونهب الممتلكات العامة والخاصة وضرب الاقتصاد الوطني. وقد أورد المرصد الحقوقي بإب في تقريره أنواع الانتهاكات التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي وصالح في إب خلال سبتمبر الفائت، مبينا بالأرقام والإحصاءات توزع 228 انتهاكا على النحو التالي: 59 حالة قتل، 73 حالة شروع بالقتل، 58 حالة اختطاف وإخفاء قسري بحق ناشطين ومعارضين وموظفين حكوميين، 3 حالات تفجير منازل بشكل جزئي أو كلي، 16 حالة اقتحام منازل، 15 حالة نهب محتويات منازل تم اقتحامها ومن بين المنهوبات أموال ومجوهرات ومقتنيات، 4 حالات نهب توزعت بين نهب سيارة شخصية وأخرى لمحتويات مسجد، و3 لمحل صرافة بالكامل، و4 نهب لبضائع عدد كبير من التجار. كما أشار تقرير المرصد الحقوقي بإب عن حالات اقتحام أخرى شملت مسجد بمحافظة إب ومقر فرع إحدى الجامعات الخاصة وشركتي اتصالات ومستوصفا ومعهدا فنيا حكوميا، فضلا عن السطو على مساعدات إنسانية. باركت المقاومة الشعبية بمحافظة ذمار الانتصارات التي حققتها القوات المشتركة في محافظة مأرب، وحيت الأبطال الذين سطروا ملحمة وطنية بطولية لتحرير المحافظة التي أبدت صمودا لعدة أشهر في وجه الغزاة الانقلابيين. وعبرت في بيانها عن الشكر لدول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات على الدعم والمساندة للشعب اليمني في سبيل الانتصار لإرادته وقياداته الشرعية. عاد تلاميذ وطلاب عدن إلى مدارسهم بعد انقطاع قسري بسبب الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية. مراسلنا صادق الرتيبي والتفاصيل. يعود التلاميذ إلى فصولهم الدراسية مجددا بعد غياب دام 6 أشهر توقف فيها التعليم. ليس التعليم وحده، بل الحياة توقفت برمتها هنا في عدن نتيجة حرب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على هذه المدينة المسالمة بطبيعتها والمحافظات اليمنية التي اجتاحتها. بافتتاح رسمي فيه إشارة إلى أن الحياة عادت إلى سابق عهدها ثانية بعد الخلاص من الميليشيات التي جلبت الخراب والدمار للأهالي. حفل بالنجاح بعد الظروف التي مرت بها
البلاد، نحاول نرجع الفرحه للتلاميذ، نحاول نرجع لهم الامل، نقضي على النفسيات اللي كانت منتشره في الحرب، نعلمهم معنى السلام، معنى المحبه، معنى التعايش فيما بينهم. الفرحة لا تفارق وجوه التلاميذ عقب عودتهم إلى المدرسة، عودة يأملون أن تعم كل أقرانهم ممن هم خارج أسوار الدراسة في محافظات لا زالت ترزح تحت عنف الميليشيات. اسمي إسراء ياسر، صف 5-1. أشكر دول التحالف والهلال الأحمر الإماراتي، والحمد لله تحررت عدن، إن شاء الله قريبا بتتحرر اليمن بأكمله من ميليشيات الحوثي وقوات صالح. والحمد لله يعني لما رجعنا للمدرسة فرحان كثير، وإن شاء الله تدوم الفرحة على اليمن. ها بعد هذه المساء أكيد فرحة من بعد، يعني ما حد كان مصدق إنه أصلا بيرجع للمدرسة، كنا خلاص نحن على هذيك الحرب كنا حاسين إحنا بنموت، ما حد يعني كان بيخرج من الحياة يعني بنخرج من هذا الحرب، والحمد لله خرجنا وزي ما أنتم دحين شايفين رجعنا للمدرسة والحمد لله ممكن نكتب شغلة دراسية. اسمي رغد محمد عبد الله بامقة، شكرا للإمارات، الهلال الأحمر، والملك سلمان، الملك ساعدنا على الخروج من الحرب والتخلص من الحوثي وعلي عبد الله صالح. لكن ثمة صعوبات، وبإصرار الكادر التربوي هنا في مدرسة البيحاني إحدى المدارس النموذجية في المحافظة يسعون إلى تجاوزها والعودة بالعملية التعليمية إلى أفضل ما كانت عليه في السابق. صعوبات هي صعوبات الأوضاع التي حصلت يعني، لكن الحمد لله المدرسة ترممت، المدرسة متوفرة فيها إمكانياتها كاملة، ما حصلش فيها أضرار غير المبنى يعني الزجاجات والطلاوة، الكتب طبعا مش موجودة، لكن بنبدأ حتى وإن كان مش كتاب بنعتمد على المدرسة على الملخص، بنتغلب على الصعاب. ويبقى الأمل معقود على الأهالي للدفع في أبنائهم قدما للالتحاق في المدارس سيما في المرحلة الابتدائية بعد عودة الحياة إلى عدن. صادق الرتيبي، قناة سهيل الفضائية، محافظة عدن. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. بحاح، إطلاق الصواريخ على فندق القصر عمل عبثي والفكر الضال لا ينبت في أرض السعيدة. الإمارات تدين استهداف مقر الحكومة في عدن وتلمح إلى تورط ميليشيا الحوثي والمخلوع. للمزيد يمكنكم متابعة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. في أمان الله.